بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. تأملات في الشهر المريمي، اليوم 31. تأمل في محبة يسوع. إن أردت أن تحب فذلك مباح لك، ولكن أحبب شخصا يستحق أن يحب أي يسوع، لأنه إنسان على حد قول النبي بهي في الحسن، أفضل من بني البشر، بل أنه إله أيضا ومن هذا القبيل، فجماله لا حد له ولا قياس. إن الأشياء الجميلة تحب حتى الأشياء التي لا عقل لها، كتفاحة وعين ماء وخضرة ونقش وسيف. فكيف يحدث أن يسوع الذي جماله يفوق الوصف لا مثيل له لا يحبه إلا القليلون؟ كان الإنسان في أوله يحب الله ولا يحب غيره عز وجل، لكن الخطيئة الأصلية أبعدته عن الله، فظل عن محبة خالقه وتاه في محبة الخلائق الباطلة، وانتهى به تيهه هذا إلى عبادة ما ليس إلها، وإلى محبة ما لا تجب له المحبة. فرأفة منه تعالى بهذا الإنسان الضال تجسد وصار إنسانا، وبذل كل مجهوده في طلب هذا الخروف الضال عنه. وكما اشتركت حواء مع آدم في فعل الخطيئة الأولى، اشتركت كذلك مريم مع يسوع المتجسد في حشاها في إنقاذ الإنسان من سقطته وإعادته إلى حضن أبيه السماوي الذي انفصل عنه. وفي الحقيقة أن مريم إذا تأصلت عبادتها في نفس أتت فيها بعجائب وعظائم لا يمكن لغيرها أن يأتي بمثلها، لأنها هي وحدها العذراء المخصبة التي لم تكن ولن يكون لها شبيه في طهارتها وخصوبتها. أن ثمرة بطن مريم هي يسوع مخلصنا، كما نطقت بذلك القديسة إليشيا، وثمرة عبادتها هي محبة يسوع ابنها، لأن مريم لا تعرف أن تلقن النفوس المتعبدة لها غير محبة يسوع ابنها وإلهها، بل أن أشد ميلها هو أن تربطنا بابنها يسوع، كما أن أشد ميل ابنها يسوع هو أن يضرم نار محبتي في قلوبنا على الأرض لنحبه في السماء سرمديا. ولذا يقول لنا الآباء القديسون ومعهم القديس بوناونتورا أن مريم هي الطريق المؤدي إلى المسيح. مثل: إن عبدة الأحد من دير سيدة الفردوس عملت في يوم السبت إكليلين من الأزهار، أكرمت بأحدهما يسوع وبالثاني مريم، وجثت على الأرض أمام صورتهما وشرعت تبتهل إليهما أن يشما رائحة تلك الأزهار. وإذ رأت أن طلبتها لا تستجاب ظنت أن السبب قلة استحقاقها، لأنها في ذلك النهار لم تكن أعطت صدقة، فقامت من الصلاة وتطلعت من الشباك لترى أحد الفقراء، فأبصرت امرأة ذات هيبة ووقار متوشحة بثوب فقري
وممسكة بيدها طفلا، فرفع الطفل والمرأة يديهما وطلبا منها صدقة. فلاحظت الفتاة في يدي الطفل شيئا من الجروح، فأخذتها به الرأفة وجاوبته وقائلة: انتظرني هنيها. وذهبت مسرعة لتأخذ شيئا تعطيهما إياها. فرأت المرأة دخلت هي وابنها داخل البيت فصاحت: واه، من فتح لكما الباب؟ فقالت المرأة: لا تنزعجي، ما رآنا أحد. قالت لها عبدة الأحد: كيف يمشي ابنك برشاقة ورجلاه مجروحتان؟ قالت المرأة: سبب ذلك المحبة. ثم التفتت إلى عبدة الأحد وقالت لها: ما الذي حملك أيتها الفتاة الفاضلة على أن تكللي هذه الصورة بالأزهار؟ قالت: حبي ليسوع وأمه. قالت لها المرأة: وكم مقدار محبتك؟ أجابت: على قدر مكنتي. قالت لها المرأة: داومي على ذلك والله يكافئك في الملكوت السماوي. وعند هذا الكلام تهلل وجه الطفل واهتش فرحا، وقال لعبدة الأحد: كم تحبين يسوع؟ قالت: إني أحبه كثيرا جدا، حتى إني لا أفكر في شيء نهارا وليلا، ولا أرغب في شيء إلا في رضاه. فقال لها الطفل: إنك بالمحبة تستطيعين أن تتعلمي ما يرضيه. ووقتئذ كان عبوق الرائحة المنبعثة من جروح الطفل يزداد نموا، حتى إن عبدة الأحد هتفت قائلة: إن كان طفل واحد على الأرض تفوح منه رائحة ذكية هكذا، فما عسى أن تكون روائح الملكوت السماوي. فقالت لها المرأة: لا تتعجبي، لأنه حيثما يكون الله فهناك مصدر الروائح الذكية كافة. وفي الحال تغيرت الأمور، فأشرق وجه الطفل كالشمس، وظهرت المرأة متوشحة بأنوار باهرة، وتناول يسوع من أزهار الإكليل ونثرها على هامة عبد الأحد قائلا لها: هذا عربون الإكليل الذي سيكللك به. ولما قال هذا غاب عن نظرها مع أمه، وما زالت قلب الفتاة متعلقا بهما. إكرام: صلي بعض الصلاة احتراما لقلب يسوع ومريم المقدسين. نافذة: يا سيدتي، اجعلي قلبي يضطرم ملتهبا بمحبة إلهي يسوع. آمين.